السلام عليكم اعزائي المتابعين، حياكم الله ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناه اي تي سوفت، معكم المهندس عبد الله العمري. في هذا الفيديو سوف احل لكم مشكله توقف متجر جوجل بلاي عن العمل، لانه كثير من المستخدمين يعانوا من توقف متجر جوجل بلاي عن العمل مباشره بعد تشغيل جوجل بلاي، والبعض يحاول حل المشكله عن طريق عمل اعاده تشغيل الجهاز، ولكن تبقى هذه المشكلة موجودة. ويعود السبب وراء ذلك هو وجود مشاكل في الملفات المؤقتة التي يحتاج المستخدم إلى حذفها بشكل كامل، والخطوات التي سنقوم بشرحها سوف تحل هذه المشكلة نهائيا، بالإضافة إلى حل مشكلة فصل الإنترنت أو انقطاع الإنترنت عن متجر جوجل بلاي. هي فقط ثلاث خطوات عليك القيام بها دفعة واحدة. تابع الفيديو إلى النهاية. نذهب إلى الإعدادات من شريط الإشعارات، ثم نضغط على أيقونة الإعدادات، ثم نذهب إلى التطبيقات كما هو ظاهر أمامكم هنا، ثم نختار جميع التطبيقات كما هو ظاهر، ثم نضغط على جميع التطبيقات. بعد ذلك نذهب إلى أيقونة الخيارات في الأعلى، ستظهر لكم هذه القائمة اللي تختار منها هذا الخيار هو شو سيستم أبز، تمام، اللي يظهر لك جميع تطبيقات النظام. نقوم بالضغط عليه لكي يظهر لنا جميع تطبيقات النظام. بعد ذلك نبحث على تطبيق متجر جوجل بلاي، نقوم بالضغط عليه. بعد ذلك نضغط على خيار التخزين. بعد ذلك نقوم بالضغط على خيار Clear Data، مسح البيانات. بعد ذلك نقوم بالضغط على إيقاف إجباري. سوف يظهر لك هذا الإشعار اللي هو إشعار التأكيد، وتقوم بالضغط على إيقاف إجباري. ثم نقوم بالرجوع إلى التطبيقات ونبحث على تطبيق Google Services Framework كما هو ظاهر أمامكم، ونقوم بالضغط عليه. سوف تظهر لك هذه الإعدادات. بعد ذلك نقوم بالضغط على إيقاف إجباري، تظهر لك هذا الإشعار التأكيد، وتقوم بالضغط على إيقاف إجباري. بعد ذلك نضغط على خيار التخزين واضغط على مسح البيانات، تظهر لك هذا الإشعار التأكيد، تضغط على مسح. بعد ذلك نرجع إلى التطبيقات ونبحث على تطبيق خدمات جوجل بلاي، نقوم بالضغط عليه ونضغط على خيار التخزين، وبعد ذلك كما هو ظاهر أمامكم تضغط على إدارة التخزين. سوف يظهر لك هذه الخيارات، وتقوم بالضغط فقط على محو جميع البيانات، وسوف يظهر لك هذا الإشعار للتأكيد، وتضغط على موافق، ثم نقوم بالرجوع. وآخر خطوة تقوم بعملها هو إعادة تشغيل هاتفك. وبعد إعادة تشغيل الهاتف تقوم بالدخول إلى تطبيق متجر جوجل بلاي ويشتغل معك بدون أي مشاكل من توقف التطبيق أو انقطاع وانفصال الاتصال بالإنترنت. أتمنى من الله أنكم استفدتم من الفيديو، فلا تبخل علينا بعمل لايك للفيديو وعمل اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد من المحتوى. وإذا واجهتكم أي مشاكل أو إذا لديكم أي استفسارات اتركوا لنا تعليق أسفل الفيديو، ودمتم بحفظ الله.